بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الرابع مع شرح الإمام ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 918 من الهجرة، المسمى فتح القوي المجيب، على متن سيدنا الإمام أبي شجاع الأصفهاني الشهير والمسمى بغاية التقريب. وسيدنا الإمام أبي شجاع كما قلنا توفي سنة 593 من الهجرة النبوية الشريفة. وقلنا هنعتمد لتوسيع الانتفاع لهذا الدرس، علشان نبقى أنجزنا أكثر من هدف في درسنا هذا، إن احنا هناخد معانا ابن قاسم مع توشيح العلامة الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي رحمه الله تعالى. مش هنقراها كلها، ولكن هننتقي منها بعض الفوائد والمفاتيح واحنا ماشيين في الدرس كده، علشان يبقى يعني انجزنا، خدنا هدف مع هدف وانجزنا او كثرنا من المنافع في الدرس. الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي من بلاد جاوة، وبلاد جاوة دي اللي هي الآن تبقى بلاد أندونيسيا، وفي جزيرة كبرى فيها اللي هي جزيرة جاوة اللي ينسب إليها الإقليم كله، اللي هو احنا بنسميها بلاد شرق آسيا بالمصطلح الحديث، اللي هيشمل كل بلاد الملايو. بلاد الملايو دول عرق زي عرق العرب كده، والقبط والأمازيغ والأتراك. فالملايو عرق من الأعراق، يعني شعب من الشعوب له سماته الشكلية الخلقية يعني، ولهم لغة اللي هي لغة الملاوية خاصة بهم، وتكتب بالحروف العربية، ومؤخرا ابتدوا يكتبوها أيضا بالحرف اللاتيني. وهي بلاد دخلت الإسلام منذ قديم، تزخر بالأعلام والعلماء، وهواهم إلى اليمن، يعني الإسلام امتد إليهم من اليمن، فهواهم إلى علماء اليمن ومشايخ اليمن، والإيمان يمان، ومن ثم يمتاز أهل هذه البلاد بدماسة الأخلاق ورقة القلب، مثلهم مثل من اللي هم أفئدتهم رقيقة، أهل اليمن يمتازون بهذا كما في الحديث النبوي الشريف. فصار هذا الحال وهذا اللطف إلى أهل بلاد جاوة، كما نشهد ذلك جميعا من الطلبة اللي من هذه البلاد الذين يأتون إلى مصر وافدين للدراسة في الأزهر الشريف. الشيخ محمد نووي الجاوي من أعلام جاوة، وأيضا من أعلام الأزهر الشريف. اسمه بالكامل الشيخ محمد نووي ابن عمر ابن عربي ابن علي، كنيته أبو المعطي، من بنت يعني نسبته البنتني إقليما، التناوي بلدا، دي أقاليم أو بلاد في جاوة. فقيه من فقهاء السادة الشافعية رحمه الله، ومفسر له تفسير رائع، وده من أفضل التفسير المطبوعة ومختصر، اسمه مراح لبيد، مطبوع في مصر قديما، وتطلع عليه من التفسير الجميلة والمختصرة. ويمتاز الشيخ بأنه الشيخ محمد نووي الجاوي، له عندي العديد من المؤلفات التي طبعت في مكتبات القاهرة قديما، مصطفى الحلبي كانت تعتني بطباعة كتبه،
مكتبة الصبيح وعيسى الحلبي وهذه المكتبات القديمة التي كانت تعنى بطباعة الشروح والحواشي، هنلاقي عندهم العديد وما زال العديد من الكتب، من هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتب حبيب الغريب ترشيح على غاية التقريب. وبلاد جاوة شوافع كلهم، لأن اليمن شوافع، اليمن إما زيدية أو شوافع، فصار إليهم مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السادة الشافعية، وربنا يلطف بهم. فعندهم فتنة كما عندنا في مصر وفي سائر البلاد بالامتداد الوهابي وبالامتداد الخميني، وربنا يستر عليهم ويلطف ببلاد الإسلام ويطفئ هذه الفتن المتقبة. المهم نزل مصر وقام بها مدة لا بأس بها، وده وضع في مؤلفاته إن مشربه أزهري خالص. ثم انتقل إلى مكة المكرمة وأقام بها مجاورا ومهاجرا رحمه الله تعالى، حتى توفي بمكة سنة 1315 من الهجرة، وكان محل زي ما كان المحل يعني له محل من العلم، وكان زي ما كان عند علماء عصره، حتى وصفوا أحمد تيمور باشا بأنه عالم الحجاز. وله تصانيف كثيرة، منها هذا التصنيف الذي بين أيدينا، وله أيضا الإبريز الداني في مولد سيدنا محمد العدناني، في مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فن من التصنيف يعمله سلف المولد تقرأ في ليلة المولد الشريف، وله كتاب بغية العوام في شرح مولد سيد الأنام، وبغية الوسائل بشرح المسائل الفروع الفقهية، وله أيضا تيجان الدراري على رسالة الباجوري في العقيدة، وبعض كتب اللي ترجمت له بتقول انها على رسالة الباجوري في الحديث، وده غلط، تيجان الدراري مطبوعة ومعروفة على رسالة الباجوري في التوحيد. وله كتاب الثمار اليانعة المنيعة في شرح الرياض البديعة، وله حلية الصبيان في شرح فتح الرحمن في القراءات، والدور البهية في شرح الخصائص النبوية، وزراعة اليقين على أم البراهين للسنوسي في العقيدة، والرياض البديعة في أصول الدين والشرع قلناه دون أو ده متن، والتاني الثمار اليانعة شرح عليه، وسلم النجاة على سفينة الصلاة للحضرمي، وعقود اللجين في بيان حقوق الزوجين في أحكام النكاح، وله فتح المجيب في شرح مختصر الخطيب على المناسك، وله كتاب في التصريف اسمه فصوص الياقوتية على الروضة البهية، وله قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث في الفقه، وقوت الحبيب الغريب شرح ابن قاسم للتقريب اللي هو اللي احنا قلنا ده، وكشف الدجى في شرح سفينة النجا، ومراقب العبودية في شرح بداية الهداية للغزالي، مراقب العبودية في شرح بداية الهداية، ومراقي الصعود في شرح سلم صعود التصديق في شرح سلم التوفيق، وغير ذلك من المؤلفات التي طبع أغلبها في مصر المحروسة، وكثير منها هتلاقوه في مطبعة مصطفى الحلبي، وياريت لو تلحقوها لأنها كتب نافعة ومختصرة. في تقديري وأنا أعتني بالنظر في تطور التصنيف في العلوم الشرعية، إنه وتأريخها وأطوالها ومراحلها، نقدر نقول إنه سن الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي رحمه الله الجاوي أصلاً والمصري نزلاً والمكي مجاوراً وفاةً، ومتوفى سنة 1315، إنه ده الطبقة الأخيرة من طبقة الشراح وأصحاب الحواشي، من طبقة إيه؟
الشراح وأصحاب الحواشي، واللي هو عامله هنا ده في قتل غريب، قتل حبيب الغريب، هو نمط من التحشية المختصرة. يعني لما نشوف الباجوري هنلاقيه في مجلدين على نفس المقاصد، لما نشوف تقرير الإمبابي هنلاقيه في مجلد كبير ضخم، لما نشوف الحواشي الأخرى على ابن قاسم هنلاقيها إنها مجلدات كبيرة وبيدخلوا في تفاصيل أكتر. إنما هو الشيخ الجاول هذا هو سماه وشيح، ما سماهوش حاشية، وده مصطلح يعني ما هوش شائع قوي، مصطلح توشيح دول. عشان بعضكم يسأل يعني ايه توشيح، ولكن من تتبع صنيعه هنا انه تقريبا اغلب الحاجات اللي كان يشتكى منها في الحواشي في الصعوبة والاستطراد لمسائل خارجة عن الفن الذي نقرأ فيه، فده قد يكون ده معناه مقصود المتوشيح، او الكلمه يعني مش كلمه اصطلاحيه، مش زي حاشيه ولا شرح. في الحقيقه ما عنديش معلومات كافيه عن مصطلح توشيح ده، اللي هو هل يقابل متن. يعني انا عندي متن ونضع على المتن شرح ونضع على الشرح حاشيه، واحيانا يضع على الحاشيه تقرير. تقرير بمعنى انا هاجي هدرس حاشية الباجوري، فهاجي عندي متن، المتن يحتاج الى حل الفاظ، فدي مقصود الشارح، حل الالفاظ وتتميم المسائل والاستدراك على المؤلف وذكر ما قد يكون قد خالف فيه من التصحيح والتضعيف الى نحو ذلك مما يتغياه الشارحون. يجي بعد ذلك الحاشية، والحاشية مقصودها إفهام العبارة أولا وأخيرا، إفهام العبارة، وأحيانا بيبقى مقصودها أيضا التتميم على ما فات الشارح من المقاصد التي ينبغي أن يتغياها الشراح. إذا وجد أن الشارح قصر فيبتدي يتم ما قصر فيه الشارح، ولكن بالأصالة الحاشية موضوعة على، أو الهدف الأساسي منها على أنها تشرح لنا العبارة. إنه الصورة الأولى في تأليف الحواشي إن هم كانوا يكتبوا وراء المشايخ في الدرس إيه اللي هو بيقوله عشان يفهموا اللي بيفهمهم بيه واللي بيشرح لهم بيه العبارة المشروحة. ففي الأول كانت الحواشي إملاء، أو بيكتبها التلامذة المهرة من وراء شيوخهم، وبعدين يجي يوريها للشيخ فالشيخ يقراها له ويقول دي حاشية فلان على الكتاب الفلاني. كانوا زمان يسموها التعليقة، ولهذا عندك تعليقة المساسرجي، تعليقة الإسفرييني، تعليقة الغزالي، تعليقة فلان، تعليقة فلان، اللي هي الفوائد التي ينتخبونها من دروس مشايخهم على بعض الكتب، فكانوا زمان يسموها التعليقة. ثم ظهر هذا النوع من التأليف في القرن اللي هو الحواشي، في القرن ممكن السابع أو أواخر السابع وأوائل الثامن، في علماء العجم. علماء العجم دول يعني علماء الذين يكتبون بالعربية في البلاد غير العربية، يعني بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر، خراسان ونيسابور وطوس، وهذه البلاد التي لا يتكلم أهلها اللغة العربية أصالة. فبالتالي الطالب عنده مشكلة في فهم اللغة العربية وفهم العبارة اللي قصابه، فيحتاج إلى أن تشرح له وتحل هذه العبارة حلا دقيقا علميا يوقفه على ما في هذه العبارة من أسرار المعاني. ومن ثم ظهرت دواكير التأليف في الحواشي على أيدي علماء العجم أمثال الشريف الجرجاني والسعد التفتزاني إلى نحو ذلك.
نجد بعض علماء العرب عندهم هذا النوع من التأليف اللي هو العناية بحل العبارة وبيان دقيق ما في العبارة، ممكن نجده عند سيدنا الإمام النووي، له كتابان في هذا النوع اللي ممكن نعتبره بواكير أيضا تأليف الحواشي، في تصحيح التنبيه وفي دقائق المنهاج، له كتاب اسمه تصحيح التنبيه ينبه على ما في ألفاظ التنبيه من بعض المباحث والمناقشات اللفظية التي تعنى بها الحواشي، وأيضا له كتاب دقائق الله الله الصوت واضح، وله كتاب أيضا دقائق المنهاج يبين فيه صناعة الصياغة في عبارات المنهاج، منهاج الطالبين في فروع الدين من كتب الشافعية المعتمدة، وده إن شاء الله تعالى ربنا يعيننا ويعينكم نبقى نشرحه بعد ما يعني في مرحلة ثالثة، يعني نريد أن نفرغ من أبي شجاع ثم ننتقل إلى منهج الطلاب، ده المنهج اللي احنا ماشيين عليه في الأزهر، منهج الطلاب مختصر المنهاج، منهج الطلاب اختصر الشيخ الإسلام زكريا، اختصر من منهاج الطالبين للإمام النووي، وزي ما قلنا في السلسلة اللي فاتت الإمام النووي اختصر المنهاج في إيه؟ من إيه؟ يا أولادي قلنا احنا في الدرس اللي فات أو اللي قبليه النووي، الإمام النووي اختصر المنهاج من إيه؟ ها؟ هل من مجيب؟ الله يا أحباب ركزوا معنا في المعلومات اللي بنقولها علشان تستطيع أنك تتقن العلم وتمسكه. منهج الطلاب الشيخ حسام زكريا أخذوا من منهاج الطالبين، أنا بس ماشي السلسلة بالعكس عشان تصحصحوا معايا، منهاج الطالبين اختصوا من المحرر، والمحرر اختصوا من الوجيز للغزالي، المحرر للرافعي، والمحرر الرافعي اختصوا من الوجيز للغزالي، والوجيز الغزالي اختصوه من الوسيط للغزالي أيضا، والإمام الغزالي اختصر الوسيط من كتابه البسيط، والبسيط اختصره من ها الأم، كتاب الأم، كتاب الإمام عفوا، الأم ده الإمام الشافعي، كتاب الإمام الذي يقال وقال في الإمام، وهو ده المقصود به، قلنا كتاب إيه؟ نهاية المطلب في علم المذهب. أيوة محمد صحصح معايا عشان أنا بحبط بمعلومات تاريخية لابد منها، ماشي. ونهاية المطلب قلنا إن هو الغزالي أخذ من الحرمين صح في نهاية المطلب، ونهاية المطلب الذي إذا قيل عندنا في كتب الشافعية قال الإمام أو في الإمام أو ذكر في الإمام، يبقى المقصود نهاية المطلب، ما هو العبارات دي هتجينا في الكتب، ولهذا أنا بقولها لكم حتى تستطيع أن تفهمها فهما صحيحا وتفهم هو مين قال إيه والنص بتاعه فين وكده. وإمام الحرمين كما قلنا في نهاية المطلب من أهم المحاولات، وليست هي الأولى ولا الأخيرة، ولكنها من أهم المحاولات وأنضج المحاولات في الجمع بين مدارس المذهب وطرق المذهب الكبرى، اللي هي أهمهم إيه؟ ها جاوبوني، أهم مدارس المذهب قلنا مدرستين، ها مدرسة مين ومدرسة مين؟ الله، أنا هبطل على فكرة الدروس أو هريح نفسي أو شعب بس مباشر، إذا كان الناس اللي معانا مش هيتابعوا ومش هيصحصحوا يبقى مفيش داعي للمعاناة، لا لمعاناتكم ولا لمعاناتنا. أيوة كده صحصحوا معايا كده صح، العراقيين أحسنتم، اللي جوه أحسنوا، مدرستين، مدرسة العراقيين أهل العراق ومدرسة الخراسانيين اللي هم في خراسان، اللي يعتبر تقريبا أواخرهم وخواتمهم تلامذة الغزالي، ده دي من القفال المروزي في القرن الرابع على ما أذكر، وينتهوا في تلامذة الإمام الغزالي محمد بن يحيى تلميذ الإمام الغزالي، ده كده خاتمة مدرسة يعني على مدى قرنين أو ثلاثة. وكذلك العراقيين اللي قلنا أن الشيخ أبو حامد الغزالي، تمام، وعفوا أبو حامد الإصفهاني، وتمتد أيضا لغاية ما نوصل لتقريبا نفس الفترة
شيوخ ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح هو بيذكر اسانيده في المذهب، بيقول وتلقيت طريقة العراقيين من فلان عن فلان، ومن طريقة الخوارزميين من فلان عن فلان. وذكرنا فائدة لعله يعني ده شيء من توفيق ربنا على نفسي لم انتبه اليها الى لحظة الدرس، وطول عمرنا ندرس ابي شجاع وما احناش عارفين هو ده من انهي مدرسه، مدارس من مدارس المذهب، يعني كانت نقطه غامضه حتى اطلعت على كلام الشيخ يقوت الحمر في البلدان، وهو بيقول انه نشا ودرس بالبصره 40 سنه، يبقى ده على طول بصري، ودي معلومة يعني نادرة، وتحليلها هو اللي بيؤدي إلى إبراز ما فيها من قيمة، إنه ده كده هيبقى من مدرسة البصريين اللي هي فرع من مدرسة العراقيين. تمام يا أحباب؟ فالحاصل إنه سيدنا الإمام النووي لو رجعنا اللي إحنا في بواكير الحواشي دي، لأن في ناس كتيرة وخاصة العلمانيين، وخدوا بالكم من النقطة دي قوي، العلمانيون بيهاجموا الحواشي وعاوزين يكرهوا الناس في كتب الحواشي. ليه بقى؟ لأن مش عاوزك تفهم، فأول ما تفهم ما تفهمش وتختل القواعد الفهم عندك يعرف يزيحك، يعرف يزيحك، ولذا اللي ما درسش الحواشي ما حواشي لا يستطيع ان يحوي شيء، واللي يؤمن الحواشي ما حواشي، لانه الحواشي والتمرس على قراءتها والتشرب منها والتعمق في قراءتها هي التي يتيح لك ان تدرب ملكتك على الفهم الدقيق والمقنن للعبارة العربية عامة وعبارات أهل العلم خاصة بما فيها من التعريفات بدقتها، الاحترازات، القيود، الإطلاقات، طريقة التخريج والتفريع، فهم ما في الكلام من حقائق ومجازات ومعاني اصطلاحية دقيقة. لا يمكن أن نفهم اللغة العربية إلا بهذا الفهم الدقيق، ويصعب عن فهم مطلق عبارات اللغة العربية. ده مش نص أدبي، ده نص علمي يستخدم اللغة العربية، ففيه إشكالات أكثر من مجرد النص العربي. النص العربي عندنا الحقائق والمجازات والكنايات والإضمار والتقديم والتأخير والحذف والإضافة إلى آخر هذه العوارض التي تعرض إلى اللغة العربية ومحل العمل ومحل الإعراب ومشاكل الاشتقاق والصرف واختلاف الصيغ ما بين كل لفظة وأخرى من المشتقات في معانيها ودلالاتها الدقيقة. كل هذا يؤدي إلى وجود مشكلات أو دقائق أو لطائف أو قواعد لفهم اللغة العربية بعمتها. يزيد على هذا أن نضيف إلى ذلك تعدد الوضع في اللغة من حيث الدلالات المعجمية، فلا بد أن ننتبه إلى أن اللفظة العربية قد يكون لها أكثر من معنى في أصل وضع اللغة. ثم يزيد على هذا أنه قد يزيد العلماء في معاني اللفظة معاني اصطلاحية أخرى تزيد من تعقيد المشكلة والفهم. يعني تبقى اللغة عندك مركبة ودقيقة، ثم يأتي كمان يزيد الأمر تعقيدا إن اللفظ اللصادي قد يكون لها أكثر من معنى معجمي وأكثر دلالي بقى في الحقول الدلالية وأكثر من معنى اصطلاحي، زي الفاعل، الفاعل في علم النحو غير الفاعل في علم الكلام مثلا. الرفع في علم النحو غير الرفع في الفقه مثلا أو في أصول الفقه، وهكذا. الواجب في أصول الفقه غير الواجب في علم أصول الفقه. ومن ثم خذوا بالكم الحواشي دي مهمة جدا ولازم تتمرس عليها حتى تفهم العلم فهما
صحيحا، ومن ثم نجد هجوم شديد من الاتجاه العلماني على كتب الحواشي، يقول لك الكتب الصفراء والكتب الرجعية إلى آخره. لماذا؟ هو لا يريدك أن تفهم. ثم يأتي لك بنظريات، نظريات الحداثة وما بعد الحداثة، نظريات التناص وموت المؤلف وحياة القارئ، ومثل هذه النظريات ونظريات الخطاب وعلاقات هي النظريات الدلالية إلى آخره. وهذه لها نظريات لا علاقة لها باللغة العربية، وتفقد نصوصنا قدسيتها ودلالتها على الأحكام الشرعية التي كلفنا الله تعالى بها. نرجع مرجوعنا إنه بواكير هذه النوعية من الشروح كانت في شروح علماء العجم اللي عاوزين يفهموا طلبتهم الذين هم مش الذين ليسوا قانون الغازي. نعم، قانون الغازي ده مهم أول، اللي بتعرض فيه صعوبات فهم اللغة الجملة العربية اللي هو بيسموها قانون الغازي، الاحتمالات الايه التسعة، الحقيقة والمجاز والإضمار والحذف والتقديم والتأخير إلى آخره. فجيه سيدنا الإمام النووي أيضا في علماء بقى اللغة العربية، كبعض من ابتدى يصنف في مثل هذه الأهداف زي كتاب دقائق المنهاج، بيّن فيه لماذا طار عبارة الأصل اللي هو المحرر وأتى بهذه العبارة. فدي دقائق هو في شرح العبارة، يقول لك لا عبرته كذا أنا قلت كذا، عبرته كذا أنا قلت كذا. فدي بيسموه إيه؟ فده كتاب دقائق المنهاج مطبوع، ويعتبر يعني نوع من الحواشي، أو يعتبر أنه يعني بيتناول بعض أهداف كتب إيه الحواشي. ماشي يا أحباب، إحنا عاوزين دي نقطة مهمة، عاوز ألفت نظركم ليها في منهجنا في القراية، ونسأل الله تعالى بس إنه يمكننا من ناحية العمر والمجهود والوقت إن إحنا نعمل ده. أنا طول عمري شغال على أي كتاب بنظام الملف، بمعنى بعمل المتن ملف، ودي طريقة موجودة، طريقة أزهرية موجودة، بعمل الكتاب ملف وأكتب أكتر من شرح عشان أستوعبه وأستوعب ما بحثه وذاكر ده ولخص ده، وعندي ملخصات ممتازة قوي ممكن نبقى نقراها معاكم قدام. فنعمل تلخيص لحوالي 10 شروح على الأجوغومية زمان وأنا صغير سنة 1406 أظن أو 1407 لما كنا لسه بنذاكر علم النحو وإحنا في شرخ الشباب، ولخصت منه ملخص في كراسة جيدة لحوالي 7-8-10 شروح من شروح الأجوغومية في علم النحو، بمعنى اتعاملت مع عماد الأجوغومية على انه ملف. طب ايه الشروح اللي موجودة وذاكرهم؟ طب بعد ما ذاكرهم يخلصت المذاكرة هنا في فائدة، هنا في فائدة، رغم ان المتن واحد. ده بيخليك تظبط العلم قوي، رغم ان المتن واحد ولكن هناك فوائد متعددة بين كل شرح واخر. عملت نفس الكلام ده في مثلا متن أصول الفقه اللي هو الورقات برضك سنة 1408 تقريبا ولا 1409، يعني الكلام ده عدى عليه 30 سنة اهو. فذكرتها مرة واثنين وثلاثة من عدة شروح، 5-6-7 كانوا وقتها المتاحين، دلوقتي متاح أكتر، وطلعت منها ملخص جيد ما هو ده خلاصة الايه اللي في هذه الشروح، ودرسناها على فكرة، طبعناه ورجعت مراجعة سريعة كده ودرسناه لطلبة في الرواق الأزهري في الإسكندرية تحت مسمى الجامع الصغير لشروح الورقات، على أمل أنه في حوالي 5-6 شروح جداد جدوا في 30 سنة اللي فاتوا طبعوا على الورقات، على أمل أن أنا أستكمل استخلاص وانتخاب الفوائد من الشروح التي طبعت مؤخرا بعد 1409 حين فراغ من هذا الملخص. الحاصل انه انا بحكي لكم التجربه يعني لعله ان حد فيكم استفاد منها واشتغل عليها. الحاصل ان الطريقه دي بتذاكر صح، الطريقه دي بتخلي الواحد ماسك الكتاب حلو قوي، الورقات ماسكه حلو قوي.
لأن قريته بشرح مثلا المحلي وبشرح الحطاب وبشرح عبد الحميد قدس وبشرح الشيخ عبد اللطيف الجاوي وبالشرح الصغير لابن قاسم العبادي اللي هو على هامش، ده غير ابن قاسم الغزي، ابن الشرح الصغير ابن قاسم العبادي اللي هو مطبوع على هامش إنشاد الفحول طبعة الحلبي، والشرح الكبير له شرحين لابن قاسم العبادي أيضا في مجلدين، على أيضا الشرح الكبير له على الورقات. فدول الست كتب اللي أنا قريتهم وطلعت منهم الملخص ده، وضفت معهم كتاب معاصر أيضا وهو الوجيز في أصول الفقه لمحمد الدكتور علماء الشام الكبار الدكتور محمد حسن هيتو، ضفت وضعت منه فوائد إلى آخره في هذا الملخص. وده اللي عاوزين نشتغل عليه، وإذا أنا ما لم نتمكن من حيث العمر وإن أنتوا تشتغلوا عليه سأقول لكم على الطريق اللي أنتوا تشتغلوا عليه. والحكايه دي المفروض ما تاخدش منك، يعني انا اشوف اهو الفتره الزمنيه ما بين ان اشتغلت على شروح اجوميه، شروح اجوميه على اسكو اللي اشتغلت عليها بس 30 سنه بقى عدى العمر، يعني خد كان معايا شرح الشيخ دحلان، وكان معايا شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، وكان معايا شرح الشيخ خالد الازهري على الأجرومية، مش على الأزهرية، شرح الشيخ خالد الأزهري على الأجرومية، وعليه عدة حواشي، يعني حاشية حسن العطار وحاشيتين ثلاثة كمان على نفس شرح الشيخ خالد، كان معايا شرح الكفراوي، كان معايا شرح العشماوي. كنت بروح دار الكتب المصرية أقرأ في شرح، أظن شرح الأمير الكبير أو شرح المدابير، والله ما أنا فاكر، يعني حوالي 10 شروح 8 شروح اللي كانوا متاحين تحت ايدينا، وكل دول عند الحلبي. فاستفدت من الشروح دي، قريت من الاسهل للاصعب، ده نوع واحد، يعني مش قعدت اشتغل في التلخيص الاول، لا، يعني قريتهم جبتهم وشفت المشايخ بيقولوهم ازاي، فابتدينا بمحي الدين عبد الحميد، وبعدين شرح دحلان، وبعدين شرح عشماوي، وبعدين شرح الكفراوي، وبعدين شرح الشيخ خالد بالحواشي اللي محطوطة عليه. وكفي شرحين موسعين وكبار قوي، كنت بروح مطبعات قديمة مش متاحة، كنت بروح أطلعها في دار الكتب المصرية. قعدت في القصة دي سنة وأنا شغال في علوم أخرى على فكرة، إنما قعدت لخصت أظن في سنة، يعني سنة سبعة ستة سبعة، وخلصت التلخيص ده ابتديت اشتغل على اصول فقه الورقات في برضك قريتهم، كل شرح من دول قريته قراءه مستقله لوحده، وبعدين ابتديت رجعت تاني حطيتهم كلهم قصادي واجيب القاعده او المساله او العباره واشوف ده قال هنا ايه وده قال ايه هنا ايه وده قال هنا ايه، والخص ما شرحوه من فوائد في هذه تحت هذه المساله. وعملنا التجربة دي مع ابن قاسم، بس مع كانوا طلبة عاليين شوية شغالين فقه وكانوا شاطرين، كانوا حوالي 5 6، كنا نمسك متن ونقعد كده نعمل حلقة، كل واحد فيهم ماسك شرح، كل واحد فيهم ماسك ايه؟ ماسك شرح، مش ماسكين شرح واحد بس، ماسكين متن واحد ومتن ابو شجاع. وضغطتهم على الفكرة دي علشان تنتقل إليهم هذه الفكرة ويشعروا يتذوقوا أنفاس الشراح وأذواقهم في الشرح ومواطن الاتفاق في الفهم وزيادات كل واحد منهم على بعض فيها. فكنا نقعد نعمل حلقة في جامع سيدنا الكردي بالقاهرة، سيدنا الشيخ محمد أمين الكردي بالقاهرة، وكل واحد فيهم ماسك شرح، واحد ماسك كفاية الأخيار، واحد ماسك قوت الحبيب الغريب، واحد ماسك الإقناع، واحد ماسك النهاية شرح الغاية لولي الدين البصير، واحد ماسك حشية البجوري، وهكذا. ونقرأ العبارة في المتن، في المتن بعدين نبتدي نشوف ها ابن قاسم قال إيه، طيب الحواشي اللي عليه الباجوري والشيخ الجاوي قال ايه، وواحد قاعد يكتب ويلخص. طيب نروح للاقناع، طب الاقناع عليه شيخ الخطيب، طيب
طب حواشي قالت ايه؟ البجرم والجمل. طيب وبعدين نروح بعدين كده مثلا لكفاة الأخاء، وخد بالكم كفاة الأخاء ده كان مقرر في الأزهر عشان بعض الناس بدك يقولوا مش معتمد، وقلنا فكرة مش معتمد معناه أنه يتخير لنفسه اختيارات داخل المذهب على غير ما كان يتخيره الشيخان الرافعي والنووي. فلهذا بيقولوا عبارة أو شاعر بين الطلبة والسنة ده كان مقرر في الأزهر، ده كان بيدرس في معاهد قراءات كفاية الأخيار. وأيضا النهاية شرح الغاية كان درس في وقت من الأوقات لولي الدين البصير برضه في القرن العاشر الهجري، ومطبوع موجود، وعند الطبعة بتاعت الأزهر الشريف قرر أيضا في المعاهد الأزهرية، يعني كان يقرروا عليهم في معهد القراءات، عفوا في معهد القراءات كانوا يقرروا عليهم النهاية ثم الكفاية. في مقابل في التعليم الأزهري كان يقرروا عليهم النقاسم ثم الإقناع. فالتجربة دي تجربة سرية جدا، ولعله إن إحنا نبقى نعملها معاهم. فكانوا بيستفيدوا قوي الطلبة، نشوف هنا كل شارح له نفس. فابن قاسم مختصر وموجز وينفع لطلبة المكتب اللي انتوا احنا لسه بنقرا فيه، هو عمالين بنحلل في عباراته، ده ينفع لطلبة المكتب الصغيرين اللي بيحفظوا لسه الفتح وعما يتساءلون. اصلا كان ابن ابو شجاع ده بيقرر عليهم بشرح ايه؟ بشرح ابن قاسم. طيب الاقناع شرحه عامل زي شراح القوانين واللوائح التنفيذية، أو يعرفوا شراح تنفيذية اللوائح التفسيرية، لائحة القانون التفسيرية، دقيق قوي ومقنن قوي، ويعتني جدا بضبط هو هنا الشيخ خالف المختار في المذهب ولا لا. وده بيعجب قوي الأزهريين، فيجي يقول لك ايه والشيخ هنا اختار كذا، والمعتمد في المذهب كما في الروضة وأصلها، كما في المنهاج وأصله، كما في كذا وكذا. فبيقنن لك المذهب، بيقنن لك أبو شجاع، بيقننه معنى كده بيقننه، وبيربطه بالمعتمد في المذهب الذي استقر بعد وفاة أبي شجاع. زي ما احنا قلنا سيدنا أبو شجاع مات 593، بينما معتمد المذهب ابتدوا يشتغلوا عليه من أيام إمام الحرمين 498 للهجرة وفات رضي الله عنه، يشتغلوا عليه قرنين تاليين لغاية ما استقر 676 مع الإمام النووي، ومن قبله بعدة عقود الإمام الرافعي. فنفس الشيخ أبي شجاع هنا شرح أبي شجاع، نفس الخطيب الشربيني، نفس التقنيني، عاوز يقدم لك المذهب، وعاوز يقول لك كتاب هذا الكتاب شائع لأنه سهل العبارة وجميل وبسيط، بس خد بالك أنه في مرحلة تالية بعد المذهب تم وضع المذهب في صياغته النهائية، فأنا هربط لك ده بده عشان الطالب لا يحتار. فإحنا في المرحلة الأولى في ابن قاسم في العادة ما بنهتمش بإن إحنا نقول له هو ده الصحيح ولا الأصح ولا الراجح ولا المعتمد، عاوزينه يعرفه زي ما هو كده. وأحيانا الشارح بينبه، لما نطلع بالطالب ونعلى معاه شوية في الإقناع نبتدي نقول له خد بالك بقى المسألة اللي قالها دي مخالفة للراجح في المذهب والمعتمد اللي اعتمدوه مشايخ المذهب بعد أبي شجاع، والصواب فيها كذا. ده الدور الأهم اللي بيقوم به إمامنا العلامة المدقق والمحقق الشيخ الخطيب الشربيني. هتيجي تروح على نفس تاني مختلف خالص ومهم جدا وبيربي الملكات الفقهية، يبقى الخطيب ابن قاسم بيفهمنا المتن إجمالا، الخطيب الشربيني في الإقناع بيقنن لنا الكتاب ويخلينا نضع الكتاب ونقارنه بالصيغة النهائية التي استقر عليها راجح المذهب ومعتمده كما قرره الشيخان المتقدمان الرافعي والنووي رضي الله عنه، ثم قرره واعتمد مدرسة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اللي من أعلامها الخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي والرمل الكبير فالرمل الصغير في شروحهم ومعتمداتهم.
تمام. نفس تاني خالص مهم قوي وبيعجبني جدا، اللي هو نفس تقي الدين الحصني العلامة الإمام الكبير شيخ الإسلام، وبالفعل ده مش مبالغة أنا مني، ولكن الذين ترجموا له ذكروا أنه قد بلغ درجة شيخ الإسلام وأنه كان يقارن في زمانه بتقي الدين السبكي في زمانه لعظم دوره رضي الله تعالى عنه. سيدنا الإمام تقي الدين الحصني مات 829، يعني في القرن التالي لوفاة تقي الدين الحصني، وهو شيخ الإسلام دمشقي أيضا. طبعا تقي الدين السبك الأحد من المنوفية، ولكنه أطال المقام بين مصر والشام رحمه الله تعالى. طبعا الوهابية ما بيحبوش تقي الدين الحصني لأنه أحد الذين ردوا ردود علمية جازمة وقاطعة على بدع ومخالفات ابن تيمية الحراني شيخ الحنابلة في وقته، وذلك في كتابه الشهير دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ما لا يليق إلى الإمام أحمد، وده مطبوع عدة طبعات بيرد فيه على ابن تيمية. ولهذا الوهابية بيكرهوا تقي الدين الحصني كره العمى، وبالإضافة إلى هذا فقد كان يجمع بين العلم والعمل والورع والصلاح والانشغال بإصلاح المجتمع، كما شارك في الحملات الجهاد في وقته ضد غزوات الصليبية التي لم يكن يخلو منها هذا الوقت في إمارات الشام الساحلي رضي الله عنه وأرضاه. وكان صاحب نظر واجتهاد في المذهب سيدنا الإمام التقي الحصني، ونفسه في كتاب كفاية الأخيار نفس يربي الملكات الفقهية، يجيب لك النص المتن يشرحه يقول لك دليله من الكتاب ومن السنة ويوضح لك وجه الدلالة من الحديث. فشرح فائق ورائق أعجبني جدا عن شرح ابن دقي العيد، يعني رغم ابن دقي العيد إمام جليل وله شرح أيضا على متن أبي شجاع مطبوع، ولكن يعني لم يعتني فيه ابن دقيق العيد بالشرح، ولعله يكون يبدو كده عليه أنه قد شرحه في شرح الشباب والصبا فلا يظهر فيه فائق علومي، ولهذا أنا ما ذكرتوش. لحد منكم يقول لك الله طب ابن دقيق العيد شرح، كنت قد شرعت في شرح هذا الكتاب لما وقفوا عليه وقلت بس ابن دقيق العيد هيبدع في هذا الكتاب، ثم توقفت عن شرحه لوجود العديد من المشاكل فيه. وكان سيدنا الإمام ابن دقيق العيد هو أحد العلماء الذين أجلهم ولهم عندي منزلة كبيرة لعظيم مرتبتهم في العلم والقدرة على الاستنباط العجيب، كما في كتابه شرح اللطيف العجيب الفريد على الأربعين النووية، وشرحه على عمدة الأحكام إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. اللي عاوز يتعلم فقه واللي عاوز يتعلم استنباط واللي عاوز يعرف ازاي بعد ما يدرس اصول الفقه يعرف ازاي يطبقه عليه ان يشتغل بكتب بكتابين، احكام الاحكام او بثلاث كتب، احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد وشرح الاربعين النووية له، وبهجة النفوس لابن ابي جمرة شرح مختصر على صحيح البخاري. فنعم الكتب في تمرين ذهن الطالب على كيفية الاستنباط من الأحاديث وكيفية استعمال علم أصول الفقه في استنباط الأحكام، من أعاجيب العلماء في هذا. ولا طبعا كتاب مشهور ابن دقيق العيد الإلمام شرح في الأحكام، ولكنه فقد في حياته وبعد وفاته أو لعله لم يتمه، منه قطعة صغيرة طبعت قريبا أيضا فيها نفائس من طرق استنباط الأحكام من الأحاديث. لكن على أي حال لم يأتي شرحه على مختصر غاية التقريب لأبي شجاع على هذا
النمط الفريد من طريقته في التصنيف. وأنا أعزو هذا إلى أنه قد يكون قد ألفه في شرح الصبا قبل أن يتمكن من علومه وأدواته، ويعلو عليه في نظري أو في تقديري، يعلو عليه في تربية الملكات الفقهية كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار اللي هو الاسم الثاني لمتن أبي شجاع. ماشي يا أحباب، شرح بقى ولي الدين البصير، شرح أزهري يقع وسطا بين شرح ابن قاسم وبين شرح الخطيب الشربيني، يقع وسطا بينهما من حيث الطول وبعض التفاصيل ومن حيث السهولة، هو أقرب إلى شرح ابن قاسم. ولهذا لو حد حابب يرتب القراءة بطريقة منهجية في أبي شجاع، فهيبقى هنقرأ ابن قاسم ثم النهاية شرح غاية لولي الدين البصير ثم الإقناع ثم كفاية الأخيار، وبعدين ترجع تجيب بقى إيه الحواشي البجور على ابن قاسم والبجرمي على الإقناع، أو لو عرفت تاخدهم تنتخب منهم الفوائد وانت بتقرا شروحهم لا بأس. ويبقى كده انت قفلت ملف أبي شجاع وخلصته، وتنتقل على المرحلة التالية في قراءة المذهب. تاني اقول تاني، عاوز تقرا أبو شجاع ده هتقراه ازاي؟ انا الخطة اللي انا مشيت عليها في حياتي واقترحها على ابنائنا واحبابنا من الراغبين في تحصيل هذا الفن، انه اقرا أبو شجاع، وممكن كمفتاح تقرأ أبو شجاع لوحده وهات معاه التذهيب في تخريج أدلة متن التقريب. كتاب لطيف تاني، التذهيب في شرح في أدلة غاية التقريب للدكتور مصطفى ديب البغة من علماء الشام، مجلد كده لطيف ممكن تقرا فيه المتن بس كده لوحده، وهو حاطط لك تحت الأدلة بطريقة معاصرة لطيفة، دي ممكن تعيش يعني ايه تعيش مع نفسك فيه. يبقى ده مدخل، ده مدخل نعم للدكتور البغة، ده مدخل لطيف أوي للكتاب، ممكن تهيئوا أذهانكم إليه. ودي طريقة أيضا مقبولة، وكانوا مشايخنا في الحقيقة كان يعلمونا كده، كان سيدنا الشيخ علي لما كنا نقرأ معاه كتاب يعلمنا إزاي نحضر نفسينا للكتاب. والكلام ده يمكن أنا شرحه في أول ما كنا بنشرح شرح مسلم، ويريد ترجع له الدوسة الأولانية دي. فحضر نفسك للكتاب معناها أن أنا أبتدي أعرف تاريخ العلم، ده نمرة واحد. والكتب في تاريخ العلوم كثيرة دلوقتي ولازم تفهمها، يعني مثلا هات كتاب المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهر الله يرحمه، هات كتاب المدخل، مين فيكم أول مدخل لسيدنا الشيخ علي، مدخل الشريعة الإسلامية، مين فيكم يا أحباب أراه؟ وقالوا كتاب المدخل لمذهب الإمام الشافعي تاني كويس، يريد كلكم تقولوا ده المداخل دي مهمة، ان احنا بنحضر نفسينا للعلم اللي انا عاوز اشتغل فيه، فعشان افهم المعلومات اللي حول العلم حتى تتهيأ النفس للدخول في العلم، فلازم افرق ما بين مستويين للدراسة حول العلم من درجة كده، ثم أو المدخل إليه اللي هو إيه دراسة تاريخ هذا العلم. فدي ألف به دراسة علمية منهجية، إن أقرأ حول العلم
أو المدخل إلى العلم، وده اعتنى بها المعاصرون عناية بالغة، لأن المتقدمون كان قليل عندهم ده، كانوا يكتفي علماءنا المتقدمون في حول العلم ده بالتلقي كتير بقى، كل ما دخل وكل ما دخل. تمام، أحسنت يا محمد. وجه مع انقطاع التلقي ابتدى المتأخرون يعتنون بهذا الفن، فكان الشيخ علي يدربنا على هذا ويقول لك مثلا، يعني مثلا احكي لكم تجربه، عاوز اقرا معاه نهايه السول، شرح منهاج الوصول في اصول الفقه، منهاج الوصول البيضاوي اللي احنا كنا بندرسه في الجامعه في الازهر، ونهايه السول للامام الاسنوي، وكتاب دقيق جدا الحقيقه وماتع جدا، وكان لي معاه تاريخ طويل بمرة بحكي لكم عن قصتي مع هذا الكتاب في وقت آخر ونيجي نشتغل في الأصول. المهم كان الشيخ يقريني فيه ازاي كتاب نهاية السلطة، بس عشان أقول لكم خلاصته، أنا أول مرة أمسك كتاب في إيدي بكيت الدموع والله بلا مبالغة، كنت في تانية كلية أو في تالتة كلية، بكيت بالدموع، العبارات مغلقة، وأقول لنفسي ده لغة عربية ده مكتوب ولا إنجليزي ده ولا هيروغليفي ولا ده، مش فاهم حاجة خالص، ده أنا في آخر فخلاص يعني سنة ولا اتنين وهاخد لسانس اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة، فبكيت بالدموع بالمبالغة يعني، كنت لسه الكلام ده يمكن أظن 84 أو 85 يعني 1404، وانا دراستي في الاصل مش اثريه، دراستي دراسه عامه، واثرت دخول كليه دار العلوم جامعه القاهره لنقترب من هذه العلوم، واذا بي اكتشف انه دي العلوم دي كنت لسه بقى في سنه ثانيه او في اظن في ثانيه، اللي انا عرفت مولانا الشيخ علي في 86 وانا دخلت كليه 84، فانا في سنه ثانيه سمعت ان استاذنا الكبير العلامه الجليل الدكتور صلاح زيدان هيدرس في جامع مركز القاهرة كتاب نهاية السنة، نحكي لكم الحكاية عشان تستفيدوا منها طبعا، نحن هذا الدرس مش ندر دش. فنزلت جاري، الله علم وصول فقه، ايه علم وصول فقه ده؟ طب ده احنا ما درسناهوش في دار علوم. فنزلت دورت عليه، جبت طبعة صبيح منه اللي تحتها شرح البدخشي، وجهز بقى مجهز نفسي عشان اروح الدرس، اقرا في الكتاب، كتاب مكتوب بحروف عربيه يعني مش مكتوب لا بالانجليزي ولا فرنساوي ولا لاتيني اي حاجه، ان افهم حاجه مفيش حاجه خالص، فبدون مبالغه بكيت يعني، وتألمت بشده الى عدم القدره على الفهم بهذه الطريقه. دي بقى اول اللي زي بيقولوا ايه، دي الصدمه الازهريه بقى اللي انا خدتها، اللي هي زي الصدمه للحالات اللي انتوا فيها، وهذه الصدمه انا رايتها في وجوه كثير من ابنائنا الطلبه اللي بيجي يقرا معايا نهايه السور، وكان بالفعل كان معايا فريق قروا معايا نهايه السول ده، بس بعد مثلا 10 سنين من القصه اللي بحكيها لكم دي، فلقيتهم بيعيطوا، فقعدت اضحك يعني، فبيقولوا لي انت بتضحك، قلت لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اللي انتوا فيه ده، الصدمه اللي انتوا فيها دي من الكتاب ده بيتفهم ازاي، انا كنت فيها قبليكم. الكلام ده المجموعه دي كانت معايا في اواخر التسعينات، كنت انا فيه ما كنت فيها قبليكم ب 10 15 سنه في نفس الحاله اللي انتوا فيها دي بجد والله. طب والله بجد ما يعني، وبقيت قلت لهم زي ما انتوا شايفين قاعدين قاعد بشرح لكم الكتاب اهو، حققناه واشتغلنا فيه مع الشيخ علي جمعه واغناه بالكامل، واشتغلنا فيه تحقيقا تحت اشراف استاذنا الدكتور صلاح عبان، اسمه شعبان اسماعيل، عفوا الدكتور شعبان اسماعيل، وطبعت في دار ابن حزم التحقيق دون باسمه الكريم، ونالت الحمد لله رضا الجماعه العلميه لدقه الطبعه يعني. شوف بقى من ما كنت انا قبليها ب 12 سنه بعيط منه لاننا نشتغل عليه ونخرج نخرج طبعه منه على مخطوطات وعلى تشترك لجنة علمية برئاسة أستاذ كبير كان مولانا الدكتور علي بيراجع معانا المشكلات، أيضا نلجأ له ليها أيام سفر الدكتور شعبان إنه كان ساعتها في مكة مسافر معار لجامعة أم القرى، فكنا لما نلاقي إشكال نرجع لمولانا الشيخ علي. المهم طب الشيخ علي بقى عشان من أنا بعيط من الكتاب، من أنا بعيط والله بدون مبالغة بعيط، ولا أستحي أن أقول هذا لكم، بقول لكم كده ليه؟ حتى لا تيأسوا من العلم. طب انت يا دكتوره باب بتاعه طب
وانجليزي، يعني ممكن ما اعرفش كنت في الثانوي دي كنت ازهريه ولا ايه، فايه المعذوره؟ انما ده انا كنت في تانيه لغه عربيه ومحب للدراسات واللغه العربيه وقاري، يعني مانيش يعني كنت طالب علم قبليها من تانيه ثانوي وبتعلم العلوم، بس ما كنتش فاهم يعني ايه ازهر. يعني من تانيه ثانوي قريت احياء علوم الدين وقريت مختصر منهاج القاصدين وبنقرا، والدي علمنا قراءة اللغة العربية وحببنا رحمة الله تعالى عليه في الأدب العربي، قرينا كامل الكيلاني وإحنا أطفال صغار ما خدناش الابتدائية، في إعدادي كنا مخلصين نجيب محفوظ وكل أدباء العربية المعاصرين قريناهم بالكامل وهكذا. فالقصة مش قصة لغة عربية، القصة قصة لا ده في حاجة تانية. يعني انا بادي طلب العلم مش من تانيه كليه، ده انا بادي طلب العلم من تانيه ثانوي، يعني من قبلها باربع سنين، ومع ذلك ده كتاب ما بيتفهمش، ده بيتفهم ازاي ده يا جدعان؟ المهم جبت الكتاب، عيطت اللي عيطته ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام لغايه ما جه ميعاد الدكتور صلاح زيدان، اظنه ما زال حي ربنا يطول في عمره ويفتح له وعليه ويتقبل منه، في كليه شريعه هو، ورحنا الكتاب بيتفهم يا جدعان اهو، اول محاضره بقى الله ده العلم حلو اهو الله، ويقعد بقى الشيخ رضي الله تعالى عنه الدكتور صلاح يشرح لك العباره ويفهمها لك وينورها لك ويبص. كنت لغايه دلوقتي لسه ما عرفتش مولانا الشيخ علي، الكلام ده 85 انا عرفت مولانا 86 بعد ما خد الماجستير. الله ايه الجمال ده يا جدعان، ابتديت بقى طب الكتب دي بقى ايه بتتفهم ازاي؟ اول مره كنت انزل النظر اجيب الكتاب، هو الكتاب ده ما كانش لسه اعرف يعني، كنا ننزل مكتبه وسط البلد نشتري منها اللي احنا عاوزينه، انما بقى المكتبه الازهريه والصبيح الحلبي الكلام ده كنا لسه بقى بدايه التعرف. طب يا جدعان الكتب دي بقى فين بقى اللي زيها وفين اللي يفهمها لنا؟ وابتدات الرحله مع النحو. الله ده النحو ده غير النحو اللي احنا بندرسه، ده طريقه فهمه في الأجوغومية وشروحها ولهذا ابتديت بيها غير، طيب لأن احنا معنيين بعلوم اللغة العربية وبيجيدوها في دار العلوم قوي، بس طريقة الشرح مختلفة. يعني طريقة النحو اللي درسناه مع سلسلتنا العظام في قسم النحو والصرف والبلاغة درسناها أيضا مع أستاذنا الدكتور الكبير حسن طبل وغيره من أساتذتنا في دار العلوم، بس المشارب والمدارس العلمية مختلفة فيها تنوع. ولهذا انا ابتديت فورا بقى شغل ملوك 1404 في نفس الفتره دي او 1405، الصدمه لا ده في علم ثاني اسمه علم ازهري، الصدمه دي مع نهايه السور مع الدكتور صلاح زيدان الله ده بيتفهم، ابتديت بقى اسعى طب اجيب ايه اعمل ايه، ابتديت انزل جبت شروح لجوهميه وابتديت اقراها، ابتديت اقرا النحو بطريقه ثانيه غير النحو اللي احنا بنقراه اللي كنا درسناه وانا كنت شاطر فيه وقتها في الثانوي، وكتاب النحو الجميل قوي النحو اللي على بعضه ده اللي كانوا بيوزعوه علينا في اولى ثانوي، كتاب ممتاز ورائع، ولكن طريقه مختلفه في التدريس وفي عرض المعلومات. كان اسمه ايه النحو الواضح ولا كان اسمه ايه؟ المهم وبعدين ابتديت بقى اجيب اصول الفقه، طب كل ده لسه ايه بدايات معرفه مولانا يعني كنت لسه، وبعدين جبنا بقى نهايه السول، قلت مولانا اقرا ازاي؟ قال لي الاول تشوف كتب المعاصرين وحيره الوجيز، فهو الشيخ هو اللي قال لي وحيره الوجيز وعلمني الطريقه دي، ان ادور على اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، لحظه ان نردد الاذان وجبت العشاء عندنا القاهره في مصر، الله 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 أي على السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله،
الله أكبر الله أكبر. مولانا الشيخ علي الأمير وزير تم صلاة القائمة آية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمولانا الشيخ علي علمنا الحكاية، قال لا نجيب نقرأ نمهد لنفسنا ونحضر لنفسنا، وعلمنا منه ازاي نحضر، الواحد يحضر نفسه لأي كتاب هتقراه أو حتى لأي موضوع هتبحثه، ازاي تعمل ملف للموضوع تشتغل عليه. بإن في الأول حول العلم، فنصحني وقتها اقرأ الفكر السامي لتاريخ التشريع الإسلامي مثلا. كان كتب بقى المداخل ما كانتش موجودة قوي، كان لسه مولانا ما قالش كتاب المداخل بتاعه، أنا بكلمكم على فترة في الثمانينات، كان لسه مولانا واخد الماجستير وما خدش حتى لسه الدكتوراه، واخد الماجستير 86 والدكتوراه 88. فقال لا مش كده، حكيت له تجربتي مع الشيخ سعد زيدان، للأسف استاذنا الكبير الدكتور سعد زيدان ما كملش التجربه بتاعته، حصل بعض المعوقات وما تمتش الدوره اللي كان عاملها في هذا المركز اللي كانوا شغالين فيه وقتها، فانقطعنا. ثم ربنا وصلنا في هذه الفتره 1600 بقى 1406 هجري 1686 ميلادي بمولانا الشيخ علي، فحكيت له على التجربه، طب اعمل ايه اقرا ايه كلام زي كده، وريته حتى على ماسكو الكراسه اللي كنت عاملها على الجمهوريه، فعجبته الطريقه اللي انا كنت ماشي بيها، نمسك مصطلح مصطلح ونقول ده قال ايه ده قال ايه ده عمل ايه وكده، وخلاني ايه، قال لي طب ما تشتغل في الورقات، نقرا الورقات الاول ونذاكرها، فجبت الشروح برضك عليها، واقرا الوجيز وابتدي به الاول، قرينا الوجيز اشتغلت على الورقات، وبعدين دخلت معاه في نهايه السور، فكنت في مذكره مشهوره عند الازهري اللي هي مذكره الشيخ ابو النور زهير على نهايه السور، مذكرة عاملها بيبسط فيها بيت السول للطلبة، مذكرة يعني مذكرة دكاترة الأستاذ أساتذتنا الشيخ أبو النور زهير رحمة الله تعالى عليه. فكنت قبل ما أروح لنهاية السول للشيخ في درس نهاية السول أقرأ الأول أذاكر الأول من مذكرة أبو النور زهير الدرس، وبعدين أروح يقول لي الشيخ كده أقرأ الأول من أبو النور زهير وبعدين أقرأ نهاية السول، أدي أول مرة، وبعدين ارجع تاني لابو النور زهير هتلاقي نفسك فهمت حاجه كنت مش فاهمها، وبعدين ارجع تاني على نهايه السور حلو، وبعدين تعالى لي. فكنت اقرا الدرس ايه كده كاني بقرا اربع مرات قبل ما اروح لمولانا، اقرا عليه نهايه السور وابقى محدد ايه النقط اللي لسه عاوز الصلاح فيها استوضحها. بعد كده لما اشتغلت مع الطلبه واشتغلت في اللجنه واشتغلت في تحقيق الكتاب اتعلمت كمان خطوة تانية حلوة قوي، انه وانت شغال في الكتاب هيفيدك قوي انك تبص على اصوله، مش بس الشغل الكتب اللي اتعملت عليه زي الحواشي، لا كمان ممكن تبص على اصوله تفهمه احسن. يعني منهاج نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي، منهاج الوصول من التحصيل، وده ينتمي لمدرسة المحصول، منهاج الوصول من التحصيل، مدرسة المحصول الفخر الرازي جمع فيها نفس السلسلة دي، وأسألكم فيها فذاكروها كويس. عندي أربع كتب أساسية في علم أصول الفقه عند المتكلمين، المستصل الغزالي البرهان، البرهان لإمام الحرمين، المستصل الغزالي، شرح العمد، والمعتمد للبصري، دول جمعهم الإمام فخر الدين الرازي في كتابه المحصول. جه الأرموي اختصف الحاصل، أظن الصاج الدين الأرموي على ما أذكر، وفي واحد تاني اسمه تاج الدين الأرموي، واحد عامل الحاصل واحد عامل التحصيل، معلش أنا الأسامي بتزوغ مني كتير وبتنقل معايا. وبعدين جه البيضاوي اختصر منهاج الوصول من التحصيل. وأنا شغال بحقق الكتاب اكتشفت إن شوفوا أنا قريت الكتاب وفهمته مع مولانا وقريته مع أبو النور زهير، ولكن نضج الفهم من سنة للتانية ومن تجربة للتانية بيبقى أفضل، ولما بتضع أمامك أصول الكتاب بتفهمه أحسن.
بعد حوالي 10 سنين سنة 94 95 مش متذكر يمكن 97 ابتدينا نشتغل في منهاج السور ونجيب لها مخطوطات ونحققها، وابتديت اضع امامي مسألة عاوزين نوثقها، فابتديت اضع امامي كل المتاح من مدرسة المحصول ومدرسة الآمدي، دول المدرستين الأساسيتين عند الشوافع في كتب في علم أصول الفقه ومعاهم جمع جوامع، فحطتهم قصادي. فطبعا وأنا بحقق نص نهاية السول كل ما هو بيعتمد كثير، يقول قال في الحاصل، قال في التحصيل، وقال في المحصول وهكذا، كل ما بطلع على النص في أصوله كل ما بيثبت عندك وبتستوعبه وبتعرف هي عباطة دي جت منين، طب هو قصده بها ايه، فبترسخ في ذهنك أكتر. وده جزء من انك انت تعمل ملف للكتاب، ده جزء مهم قوي انك تعمل ملف للكتاب، انك اذا وقفت على فروعه يبقى لازم تحطها معاك، ادي كده من ادي جزء ملف الكتاب، واذا وقفت على اصوله يبقى لازم تحطها معاك، ويبقى انت كده كملت ملف الكتاب. ولهذا دائما ما يذكرون انه لا يغني فرع عن اصله. ومن ثم لما تيجي تحضر نفسك لقراءه كتاب زي منهج الطلاب، يبقى هجيبه بشروح وحواشيه عليه منهج الطلاب للإمام، لو رجعنا بقى لكلامنا ده هنجيب منهج الطلاب للشيخ حسام زكريا وهو شرحه في فتح الوهاب، شرح منهج الطلاب وعليه عدة حواشي أهمها حاشية الجمل وحاشية البجرمي على شرح المنهج. عندي أصوله بقى متسلسلة كلها لله الحمد طبعت في الآونة الأخيرة، فأصل منهج الطلاب موجود وطبع لها حوالي 10-15 شرح الآن، منهج الطلاب لإمام النووي. عندي الأصل المحرر ما طبعش ولكن مخطوطاته موجودة، ربنا يفتح، أظن ما طبعش، يعني آخر معلومات عندي أنه ما طبعش، مش عارف طبع في الفترة الأخيرة ولا إيه. ده العشر سنين مضوا المحرر للرفع أهو، يا رب أنه يكون طبعا هذا الطبع أهو. طب والله حلوة، معلومة حلوة، أنا ما كانش كنت فاكر أن أنا صار عندي مخطوط صوله مخطوط. أيوه صح طبع، أيوه الواحد بينسى. طيب أهو طبع المحرر أهو، وللأسف مش عارف كان عليه شوية طبعت ولا لأ. وبعدين عندك أصله اللي هو الفتح الشرح الكبير أو فتح العزيز أو العزيز شرح الوجيز، مطبوع أكثر من مرة، ثم عندك الوجيز مطبوع، وعندك الوسيط مطبوع. البسيط ما عنديش معلومات عنده، كان طبعه ولا ما طبعهوش، استنوا كده لما نشوف. عاوز البحث اللي ببحث عليها بعدين. نهاية المطلب مطبوع في عدة مجلدات، طبعا أستاذنا العظيم والكبير الأستاذ الجليل الدكتور عبد العظيم الديب رحمة الله تعالى عليه، وده من أفضل من حقق نصوص إمام الحرمين، واخد الدكتوراه بتاعته في إمام الحرمين من جامعة القاهرة، وحقق البرهان تحقيق رائع وممتاز في أصول الفقه، ثم حقق نهاية المطلب، وده كان مشروع عمره، يعني هو اشتغل بس على إمام الحرمين وده كان مشروع عمره. المهم عشان ما تتوهوش مني، دي الخريطة اللي المفروض تمشي عليها عشان تفهم. المهم طيب اعمل ايه بقى عشان ما توهش في الزخم ده كله؟ افصل ووصل بمعنى ايه؟ خلاص انا هقرا شرح ابن هقرا مشجع، همسك فيه اهو. قبل ما اقرا جهز نفسي، ده لابد انك تجهز نفسك. جيب كتاب مدخل لمولانا الشيخ علي، مدخل الإمام الشافعي، لو لقيت أي مداخل أخرى للشريعة الإسلامية عامة أو للمذهب الشافعي خاصة اقراهم، ده مهم جدا علشان تفهم حول علم الفقه بعامة. هات الفكر السائد في تاريخ التشريع الإسلامي، هات المذاهب الإسلامية، تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة، علشان تفهم حول علم الفقه. تمام؟ هات كتاب الإمام الشافعي للشيخ أبو زهرة، أو أي دراسة اتعملت على الإمام الشافعي وفقه ومذهبه علشان تفهم. نمر عادي كده حول العلم. حول الإيه؟ العلم. تاني خطوة،
طيب العلم بقى الكتاب خلاص، احنا مستقرين في مصر المدرسه الازهريه الشوافع هيبتدوا بقى بشجاع، بلاد تانيه هتبتدي بكتب تانيه. انا وشجاع هجهزه ازاي؟ نمره واحد اهو من غير شيخ، هجيب لو لقيت شروح للمعاصرين زي التذهيب، شرح متن في ادله متن التقريب للدكتور البغا، اخونا الدكتور هشام الكامل عامل شرح معاصر وحلو نقراه. لا بأس، شوف بقى يعني كل ما تقدر تمتد إليك إليه يدك حضر نفسك ليه، خده قبل ما تبتدي تخش في الكتب التراث. هبتدي أخش في كتب التراث، أقرأ بالترتيب إزاي؟ ابن قاسم، وهنمشي إحنا ابن قاسم مع الإيه؟ مع منتخبات من الجاوي. ابن قاسم مع إيه؟ منتخبات من الإيه؟ من الجاوي. تمام. ايوه المحرف تاتو جلالات، شفت انا بس الواحد نسي، الواحد بينسى. وعندي مخطوطه له، يا رب يكونوا احسنوا واتقوا. بس يعني الناشرين الاثنين دول، واحده فيهم يعلم بها الا ربنا، والثانيه احيانا تجيب واحيانا ما تسيء. الاولانيه فيهم اللي انتوا كاتبينها دي عشان بس ما نبقاش يعني ايه، الاولانيه دي احيانا تجيب واحيانا تسيء، والثانيه في الغالب تسيء، ما بتحسنش إخراج الكتب ولا بتهتم بالتصحيح. المهم، وبعدين قلنا ابن قاسم هنقراه، وهننتخب من حواشي محمد نووي عمر الجاوي هنستعين بيها، علشان لو في حاجة عند ابن قاسم ما احناش فاهمينها تبقى ايه تساعدنا، من غير ما نغرق في التفاصيل الكثيرة اللي موجودة عند الباجور. خلوا الباجور دي في الآخر. يعني انت هتلاقي هنا مثلا لغاية قبل كتاب الطهارة هنا لغاية صفحة 7، اضرب في 2 بقى في الباجور ممكن تلاقيهم، ولا اضرب في 3 هتلاقيهم 24 صفحة او 30 صفحة، هيوسعوا بقى ويبقى تفاصيل فيه واستطرادات كثيرة. فطبعا هنا دي موجزة فعلا موشح جميل عمله لنا الشيخ محمد نووي الجاوي، محمد نووي بن الجاوي رحمة الله تعالى عليه. تروح بعد كده لولي الدين البصير والنهاية شرح الغاية، ممكن إن شاء الله الكتب دي بقى أرفعها لكم واحدة والتانية كده في ملف المقررات بتاعتنا. وبعدين تروح بعد كده لإقناع شرح متن أبي شجاع للخطيب الشربيني، تروح بعد كده لكفاية الأخيار، وقلنا إنه ابن قاسم كفاية خالد التقي الحصني. وبعدين تروح تخش بقى في الحواشي المطولة، الباجور على ابن قاسم، البجرمي على الإقناع، المدابيغ على الإقناع، وغيرها بقى من الحواشي المطول إليك، وتبقى سريع بحيث إن القصة دي المفروض تتلم في سنة، ما تنتظرش لما أنا أخلصها لك، لأن أنا عوائد كثيرة، إنما نعطيك مفاتيح. ولهذا تلاقيني أنا بطول أوي في حكاية المفاتيح دي، لأني لا أعرف إلى أين يكون الأجل. وعندي انك انت تاخد المفاتيح دي عشان تعرف تشتغل بيها افضل من انا افضل ماشي معاك مسألة مسألة وفي الاخر مفيش منهج. فانا بحاول اعطي الطريق والمنهج والمفاتيح والمنهجية اهم عندي من الدراسة التفصيلية لسائل الجزئية، بحيث انك انت اظن فيما احسب ان اللي احنا قلناه النهاردة ده حتى لو ما كملناش ابن قاسم بعد كده، اللي هنكمله في ابن قاسم بعد كده او نبتدي في كتاب الطهارة هتبقى المسائل الجزئيه ازاي تفهمها، الفقه نفسه بقى. انما اللي بنقوله النهارده ده انا بحط لك المنهج اللي هتقرا عليه وتذاكر عليه، وانت شاطر خلصته في سنه تبقى شاطر وجدع، وهي المفروض ما تاخدش اكتر من سنه. كتاب المتن الصغير بالتوسع ده كده ما ياخدش اكتر من سنه، وتتعلم بقى توصل وتفصل. بمعنى ايه؟ انا شغال اهو بقرا في الكتاب حته انا عارفها، سيبها اخش في اللي بعديها. الحواشي هتلاقي استطرادات وانت شغال فيها، الاستطرادات ما انتش فاهمها لازم ترجع لعلمها فتتعلم قد ما انتش فاهمها، بدل ما تقعد تقاوح وتضرب ضرب عشواء فيها وما انتش فاهمها والعباره محيراك والنص بيلعب بيك، ما انتش مسيطر عليك مش انت اللي مسيطر عليه، ومهيمن عليك مش انت اللي مهيمن عليه. مهيمن عليه بمعنى ايه؟ انك فاهمه بعمق. هو اللي مهيمن عليك انه معنى انت ما انتش فاهم حاجه، هو اللي مسيطر عليك وعامل لك كآبة كده سحابة غمامة عليك ما انت شايف تتحرك منها ولا من خلالها.
فهذا أهم عندي، إن أنا أعطي المفاتيح وخلاصة التجربة اللي شفناها وعانينا منها الصراحة خلال سنوات العمر في طلب العلم، يمكن 40 سنة دلوقتي إذا حسبنا الفترة اللي فيها انشغلنا بأداب العربية سواء للناشئين أو للمعاصرين، ثم القراءة في العلوم الإسلامية من سنة بداية يمكن من 1883 يعني 1403 وصولا إلى هذا اليوم الذي نحن فيه في خواتيم سنة 1439. الخلاصة، عاوز تمسك الكتاب صح يبقى تحضر نفسك له صح، حضر نفسي له صح، أقرأ الأول حول العلم ثم ابتدي أحضر ملف العلم اللي أنا شغال فيه من خلال السلاسل نقط الارتكاز اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، ودي هتظهر لك وانت شغال في حول العلم وتاريخه ومراحله ومدارسه، هيبان لك فيها انت هتبتدي من انهي نقطه. فاول ما تقرا في تاريخ العلم وهتخش على المذهب الشافعي هيقول لك انت والله المقرر عندك بتبتدي ابو مشجاع فالمنهاج فالمنهج، وبعدين يطلعوك بعد كده للمهذب وتبقى انت خلصت المذهب وعيش بعد كده حياتك مع امهات المذهب. فتبتدي خلاص انا نقطه الارتكاز اللي عندي ابو شجاع، ابو شجاع ابتدي احضره، اصوله مش واضحه بس دي اكتشفنا انه بصري، وبصري يعني مدرسه البصريين، يعني غالبا هتلاقي اصوله كتب ايه، كتب العراقيين تمام، وكتب ايه المواغري اللي هو ايه امام ايه المدرسه البصريه، مشروحه كتيره زي ما احنا قلنا، هترتبها وتقراها بالطريقه، تخش في اللي بعديه هيبقى نفس الطريقه، ويبقى الطريق قصر عليك لانك ما حصل المذهب قبل كده من الفه الى يائه من خلال ابي شجاع. عما تخش في المنهج مش هتطول عليك المساله قوي، هتخش في بعد كده في المنهاج شروحه بس بقى واسع، لان انت كده في مرحله المتوسط او نهايه المتوسط كمان، يعني ممكن نعتبر المنهاج متوسط، ممكن نعتبره منتهي نسبيه، حاجه نسبيه، لان هو في خلاف ايه الفرق بين المبتدئ والمتوسط والمنتهي. خدوها دي فايده مهمه، المبتدئ بنعطيه رؤوس المسائل ما بندخلوش في التفاصيل، المتوسط بنعطيه رؤوس المسائل وبعض فروعها وصورها ودليلها بدون ما نقارن ولا نقول له ان في خلاف مذهبي وان المساله دي اللي انت واخدها على انها مقرره ده كان الاصحاب مختلفين فيها. ماشي؟ بنيجي في المنتهي بنعطيه المساله تفاصيل المذهب بصوره بالخلاف المذهبي داخل المذهب، اذا كان الشافعيه اختلفوا فيها في المساله في اصح في صحيح وفي راجح وفي مرجوح وفي قول مشهور وفي قول مضعف الى اخر هذا، وبنعطيه كمان الخلاف مع المذاهب الاخرى زي الوسيط كده، الوسيط بيقارن الامام الغزالي بيقارن بين المذهب الشافعيه ومذهب مالك ومذهب الامام مالك ومذهب الامام ابي حنيفه. بنيجي بقى في علم الخلاف العادي بعد كده بناخد المذاهب بادلتها، تبقى كده كده خريطة الايه؟ خريطة الفقه. بعد المهاك عاوز تخش بقى في العالي بأدلته، يبقى تخش في المهذب بشرح المجموع للنووي، ده في الخلاف العالي، يعني كل مذهب بأدلته. وعندنا تقريبا المذاهب الأربعة ماشية بنفس الايه؟ بنفس القصة كده، بنفس الترتيب، بداية من مثلا من المتون الصغيره وانت متوقف لغايه ما توصل الى كتب الخلاف العالي اللي موجوده في كل المذاهب، زي المغني لابن قدامه ده في الخلاف العالي، زي فتح القدير والمبسوط للصراخسي، فتح القدير لابن الهمام والمبسوط للصراخسي وغيره من الكتب العالية عند الحنفية، زي الخلاف العالي هتلاقي بداية المجتهد للرشد، ده يعتبر في الخلاف العالي عند المالكية وهكذا. ماشي يا أحباب، وضبطوا بقى الموضوع ببعضه، لا بشجاع المنهج المنهاج. بشجاع المنهج المنهاج، المنهج مختصر من المنهاج.
أبي شجاع المنهج المنهاج المهذب. أبي شجاع للمبتدئين، المنهج للمتوسطين، المنهاج للمنتهين في المذهب، المهذب هيبقى في المنتهي في الخلاف العالي بين المذاهب الايه الاربعه وغيرها. وبعد كده تطلع بقى للكتب العاليه زي ما انت عاوز بقى، الكتب اللي فيها الخلاف العالي ومصادر الخلاف، ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، البيهقي في السنن الكبرى، ابن عبد الحق في الاحكام، وهكذا بقى. الدنيا واسعه يعني. تمام، دي كده خطتنا في المذهب الشافعي. طبعا المنهاج منهج، منهاج مهذب، وبعدين في ملف المنهاج هتبقى محضر اصوله. يعني المنهج اصله المنهاج، والمنهاج اصله المحرر، والمحرر اصله الوجيز، ده كله مطبوع، والوجيز عليه شروح، ماشي، والوجيز اصله وسيط مطبوع في دار السلام، والوسيط اصله البسيط ما اعرفش اخباره ايه، والوسيط البسيط اصله نهايه المذهب، ده مطبوع في جامعه قطر. كان الدكتور عبد العظيم الديب كان استاذ في جامعه في شريعه قطر، وطبع طبعته جامعه واوقاف قطر منذ سنوات طويله، وموجود اظن دار المنهاج يمكن طبعته بالتعاون مع جامعه قطر اظن قريبا، بس هي اصل الطبع في جامعه قطر. ماشي يا احباب. طبعا المنهاج عليه شروح، اهم شروح اللي هي الشروح الاربعه الاهم، اللي هو شرح المحلي على المنهاج، وشرح الخطيب الشربيني مغني المحتاج، وشرح محرر الهيتمي تحفه المحتاج، وشرح الرملي نهايه المحتاج. دول طبعا اربع شروح الامه الاساسيه. وافصل بقى عشان تخلص، لما عندنا شروح تانية مطبوعة على المنهاج في السنوات الأخيرة، طبع شرح المقري، وطبع شرح صاج الوهاج اسمه ايه المؤلف بتاعه الدميري في صاج الوهاج، وطبع غيره، وتحفظ المحتاج عليه حواشي، ونهاية المحتاج عليهم حواشي إلى آخر هذه. فالمهم ان انت ما تغرقش، يعني افصل عشان تنتهي المذهب، وبعد كده الكتب الواسعه بقى دي والشروح اللي هي اوسع من الشروح دي، دي خليك فيها، لان دي بقى بالمجلدات. يعني الاقناع هنا بنتكلم في ابو شجاع في احجام صغيره يسهل فراغها حتى لو تعددت. يعني ابن قاسم ده صفحات معدوده، المتن ابو شجاع نفسه صفحاته معدوده 50 60 صفحه من القطع الصغير. ناصر لوحده برضك لو في طبق الحلب لوحده هتلاقيها 50 60 صفحه وهي اخرى من قائم كبير. قوت الحبيب الغريب في ايديا ده او في الطبعه اللي انا نزلتها لكم 300 صفحه لو 400 صفحه على حسب البند. فاحنا بنتكلم في حاجات صغيره، الاقناع جزئين في مجلد كبير، كفايه الاخيار جزئين في مجلد كبير، النهايه مجلد حلو كده لطيف 200 صفحه 300 صفحه من القطع المتوسط. فاحنا بنتكلم حتى لو قريناهم كلهم ما تستطولش المسافه لانها كلها حاجات صغيره. انما لما تيجي بقى تخش بقى في المنهاج بنخش في مجلدات كبيره، المغني المحتاج اربع مجلدات كبار في الطبعه القديمه اللي الصفحه مليانه من اولها لاخرها 30 سطر، تحفه المحتاج كبير، نهايه المحتاج كبير بالعشر مجلدات والثمان مجلدات، ابن المقري اربع مجلدات، المحل مجلدين كبار، الصاج الوهاج مش عارف كم مجلد برضك كبير في كرتونه كبيره كده 12 15 20 مجلد مش عارف، عندي في كرتونه كبيره كده الواحد ما بيجش لسه يشوفه، بس كبير كبير حجم ضخم. فالحاصل انه الكتب المذهب دي كبيره، فلازم تتعلم الوصل والفصل منها حتى تستطيع ان تنجز المذهب، وتبقى دي بعد كده مراجع ليك عند البحث. مراجع ليك عند البحث. يعني هتعلم الوصل والفصل سريعا علشان احيط والم بالمذهب، اتقن متن، استوعب شروحه، يبقى انا كده اسست اللي هو متن ابو شجاع، استوعب شروحه واذاكرها كويس قوي علشان انا كده بحطيت رجلي جوه المذهب.
وبعدين اطلع زي ما انا عاوز. نقطه بقى مهمه قوي، احط لي زي المذهب، اتقن كتاب ايه؟ كتاب الاقناع. انا عاوزك تيجي عند كتاب الاقناع وتقف معاه وقفه مترسه، تترس فيه كده وتقف معاه وقفه مترسه، وتخلي دماغك شغاله اقناع، وبعدين تطلع منه على كفاية الاخيار يربي معاك الملكة الفقهية. خلاص بعد كده بقى تقدر تمشي بعد كده في المذهب بيسر، ولا يوقفك كثرة التفاصيل ولا مشتوه، هتلاقي نفسك ماسك مذهب حلو قوي. الحكاية دي اتعلمتها من فقيه كبير جليل من مشايخنا، أدركته الحمد لله سنوات طويلة واشتغلت تحت ايده وأغنى عليه في الإقناع، واشتغلت تحت إيده في عدة لجان فنية فقهية تشريعية دقيقة، استفدت منه قوي. وكان مولانا الشيخ علي جمعة يقول عليه أنه لا نظير له في الأزهر وأنه لم يرى مثله، اللي هو سيدنا الشيخ عبد الرزاق ناصر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا الشيخ عبد الرزاق ناصر ده مدير التعليم، مدير عام التعليم الازهري في المنوفيه. وبعدين طلع على المعاش، فكان ده كان يبدا ايام الشيخ جاد الله يرحمه وجاد الحق رضي الله تعالى عنه وشيخ الازهر. فكان الشيخ جاد من حسناته الناس اللي تطلع على الازهر من ذوي الخبره دول الكبار يجيبوا مستشارين عنده، فكان مستشار شيخ الازهر للشؤون الفقهيه، ويحيل عليه القضايا اللي هو الوقت ايه مش قادر يستوعب طبعا المناصب الكبيره، بيحتاج مستشارين حواليه. ومن هنا ابتدى يظهر في القاهره الشيخ عبد الغزاق وابتدينا نعرفه. ومع كثره الشغل معاه وكان فقيه عارف المذاهب الاربعه كانه عارف مذهبه. شوف النقطه دي مهمه قوي اللي انا اقول لكم عليها دي. وكان ملم بكل العلوم، وكل العلوم في دماغه علم واحد. يعني واحنا بنقرا في اي حاجه وبنطلع، انا كنت شغال سكرتير اللجنه، يعني اصغر بقى اللجنه دي كان فيها الشيخ عبد الغزاق هو الرئيس، مولانا الشيخ علي جمعه عضو فيها، كان في الدكتور سراج بتاع شريعه كان عضو فيها، معانا اعضاء تانيين من اساتذه الجامعه، وانا بقى كنت الصغير اللي هو اصغر الاعضاء سنا، فكنت انا سكرتير اللجنه السكرتير الفني بتاعها اللي اسمع منه. وكلها كانت مسائل بتعرض علينا، مسائل اقتصاديه بتعرض على اللجنه دي، اقتصاديه ونوازل المعاصره، نقعد نشتغل على تكييفها، وانا اللي اطلب مني احضر بقى، هم قالوا ابتدي انا اشتغل عليه واجمع النصوص بناء على التكييف، التصوير والتكييف اللي هي مراحل الفتوى، التصوير والتكييف والتنزيل وادراك الحكم وبعدين الافتاء. فده كان شغلنا. فطبعا هو كان رئيس اللجنه، فكان يبتدي، فلاحظت دايما انه وهو بيبتدي يشتغل نقطه البدء عنده دايما وهو شغال في ذهنه مركب، اولا اللي راكب في دماغه متقنه كتاب الاقناع لابي شجاع. ما انا مع البحث بقى اكتشفت هو بيبتدي دايما منين، وبعدين يبتدي يركب عليه، مركب هو على الاقناع بقيه مذهب الشافعي، لان الاقناع مش كل المذهب ده، الاقناع مجلد والمذهب اوسع من كده بكتير، ومركب عليه بقيه مذهب الاربعه. بمعنى عنده نقطة انطلاق دايما في تفكيره الفقهي مخليه مركز قوي. فمرة انا اشتف كده يا مولانا، ملاحظ انك دايما بتفكر بالاقناع، قعد يضحك وهز راسه كده بطريقة لطيفة وقال لي يا ابني ما انا قعدت ادرسه 40 سنة، ازاي مش عاوزنا افكر بيه؟ قعدت ادرسه، ايوه خطة ذهنية، المسألة الفقهية أول ما يسمعها يشتغل كتاب الإقناع في دماغه. وبعد ما يشتغل كتاب الإقناع في دماغه مركب هو عليه المذاهب الأربعة، وخاصة من بداية المجتهد. يعني بقى أنا ما بفهمش يعني هي دماغه عاملة إزاي إن هو مفكك دي ومركبها على دي، بحيث إن هو بيطلع من هنا يروح على بداية المجتهد. وكان اعتماده على الكتابين دول، بس طبعا متقن للمذهب بطريقه رهيبه جدا، ويليه على طول يتحرك من هنا يقوم طالع على
بداية المجتهد للإمام ابن رشد في المذاهب الأربعة. وكان أسرع من الكمبيوتر، لو جت مسألة في النحو يقول لك أصل الشاهد فيها كذا من الألفية، لو جت مسألة في المنطق يقول يا ابني أنت بتقول إيه؟ ده بيقول في السلم كذا، ده بيقول في الجوهرة كذا، ده بيقول في كذا كذا، ودماغه متركبة العلوم كلها علم واحد. ففي أي مجال أنت بتتكلم لو غلطت في النحو يقول لك وأنت بتقرا في عبارة يقول لك يا ابني العبارة دي إعرابها كذا لقوله في الألفية كذا 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 واشرحها لك. رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. فالنقطة دي مهمة قوي. من العجائب في الشيخ علشان تعرفوا الفرق ما بين حول المذهب والمذهب وحول العلم والعلم، ودي نقطة غريبة قوي، انه احنا بنقرا معاه في الاقناع ودي هتلوها كتير قوي، وفي روضتك أصلها، وقال في الروضة وفي روضتك أصلها، في زوائد الروضة. ما كانش يعرف يعني ايه روضة، هو فقيه عالم. لما كنا نقول له انا كانت الروضة عندي بس انا الفرق ما بينه وما بينه هو عالم وانا كتبي، طب يا فرحتي بيك عندك الروضة وما انتش فاهمها، بينما هو فاهم الاقناع وما يعرفش عن الروضة، فهم المذهب عرفت الفرق بين الاثنين. وهنا بتتعرف الفرق بين الباحث وبين الفقيه، وتعلمنا منهم من علمائنا دول، ولم تهتز له شعره لما انا قلت له المعلومه قال يعني ما زي ما قال ابننا. يعني مره في الدرس كده في الاول ابتدينا مع الاقناع وقال في روضتك اصلها كذا كذا كذا، فواحد من اللي قاعدين بيقول له يا مولانا الروضه دي ايه؟ قال له يا ابني دي كتاب بس كده. فخلصوص انا بقى صغير طالب صغير لسه كده فرحان انه عنده الكتاب يعني في مكتبته، كان عندي الطبعه بتاعت مكتب الاسلامي اول ما طبعوه. فاستاذنت انا مولانا يعني ده كتاب روضة الطالبين للامام النووي، وكنت دارس بقى اتعلمت من مولانا الشيخ علي حكايه انك تعمل ملف وتقرا حول العلم دي، فانا عارف قصه روضة الطالبين. بس عندنا 7 كتب مفيدة وعندنا فوائد المكان السقف مش عارف ايه وبتاع وتهذيب الاسماء واللغات للامام النووي وكده، فعارف الخريطة دي. فبريت يعني كده يعني بدفاع الشباب يا مولانا ده روضة الطبيب مولانا بتاع الامام النووي واصلها فتح الكبير فتح العزيز الشرح الكبير لامام الرافعي كذا كذا كذا. قال يعني هو زي ما قلنا ان صدى ابننا، شو حتى كده يعني بالظبط باللفظه كده ان صدى ابننا، فيعني زي ما قلنا هو كتاب. شفت الاخلاق عامله ازاي؟ مش مهم عندك 1000 كتاب، المهم فاهم كم كتاب فيهم. وعلى فكره اغلب مشايخنا كانوا كده، قصارى المكتبه عنده لا اما باكيه واحده عرضها متر في 2 متر او بالكتير باكيتين ام قزاز اللي بنشوفهم في الافلام القديمه دي، المكتبة الكلاسيك دي التقليدية دي اللي هي مويضة غرفتين إزاز. وكان مكتبة جدي مصطفى الزفتاوي كانت كده شأنه شأن كل العلماء، هي مكتبة كل علم فيه كتاب 2 وقفلنا على كده. يعني انت تخيل مثلا مكتبة عرض متر أو متر ونص بارتفاع 2 يعني هيبقى فيها حوالي مثلا 10 رفوف، حط على كل رف كام كتاب خلاص انتهت الموضوع على كده. بس كانوا علماء، ليه ما بيشتتوش فيهم؟ ليه بيقرا صح؟ ليه مكاننا هو واقف يتعمق، هو ده العلم كده، فيتقن العلم وبعدين توسع واطلع زي ما انت عاوز او لا تتوسع، بس انا حصلت العلم اهو. فتلاقي عنده في كل علم كتابين 3 الكتير، هتلاقي عنده فقه شافعي خلاص جاب ابو شجاع متن ابو شجاع حاشة الباجور انتهينا، خش على المنهاج هات لك شرح 2 3 عليه انتهينا، هات في النحو هات كتاب هات 2 انتهينا، شرحين 3 على الأجرومية شرحين 3 على الألفية خلاص انتهينا. بس في الأول وفي الآخر لازم تتقن كتاب ما في العلم يستطيع أنه يوصلك بما فوقه ويوصلك بما تحته ويبقى شغال في ذهنك على طول، ويبقى هو ده معتمدك في العلم وهي دي المكنة اللي شغالة جوه دماغك. واحد يقول لي طب قول لنا ايه المكنه اللي هنشغلها؟ خد عندك
ابن عقيل على الألفية بعد ما تدرس الأجوبومية وكده وتتطلع منها، بس اللي أنا هقف معاه وتدرس ابن عقيل على الألفية مثلا، الإقناع على بشجاع ثم مغني المحتال، ده كده في مذهب ماشي. عاوز علم تاني، مصطلح الحديث التقريب بتدريب الروض، ما بقولكش ما تقراش الباقيين، بس هي دي الكتب اللي انا عاوزك تقف معاها واقفه وتحسنها وتتقنها وتلمها. علم في اصول الفقه نهايه السور للاسلوي على منهاج الاصول. ايه تاني؟ علم تاني تفسير مثلا، علوم القران هيبقى الاتقان في علوم القران. تفسير خد معاك تفسير وتهضمه حلو قوي، الجليل بحاشية الصاوي والتسهيل لابن جزيه، وبعد كده عيش زي ما انت عاوز بعد كده في التفاسير. ايه تاني؟ علوم تانية وهكذا بقى في علم، في علوم مثلا علم التوحيد والعقائد، خد السنوسي واربط معاه. السنوسي بقى في التسعة، واحنا قبل كده عملنا وحطيت لكم الرابط بتاعه او يمكن نحطه لكم، عملنا مدخل الى السنوسي، وعندنا مشروع ان احنا نمسكه من ضمن مشاريع الكتب اللي عاوزين نمسكها. امسك السنوسي بالصغرى ام البراهين، وصغرى الصغرى ام البراهين هي الصغرى والكبرى، واربط عليه واهضمه، وروح بعد كده زي ما انت عاوز بقى في المصادر والمراجع وهكذا. يعني في كل علم يبقى لازم تتقن كتاب وتمسك فيه حلو قوي وتتقنه، ويبقى هو دي مكنه العلم اللي شغاله جوه دماغك بيه. والحكايه دي معناها ان انا محتاج 15 كتاب. يعني خدوا بالكم الخطه، اهو الخطه كلها على بعضيها 45 كتاب على فكره. الخطه كلها على بعضيها ما هيش واسعه ابدا، بس احنا اللي ضايعين. بمعنى ايه؟ أنا عندي ثلاث مستويات في 15 علم، قال لي كده 45 ماشي؟ قال لي كده 45، يعني عندي ثلاث مستويات للعلوم، مبتدئ متوسط منتهي، في 15 علم أزهري، ومش كل العلوم كلها واسعة، كلها بعضها صغير وبعضها قليل الصفحات. زي مثلا علم المنطق ده صغير، علم أصول الفقه ده صغير، مستوى الحديث ده صغير، يعني في شهرين تحصله. فعندي 15 علم في ثلاث مستويات ب 15 ب 45. لو قريت على كل واحد في ال 45 قريت على كل واحد ثلاث شروح، يبقى هضرب 45 في 3 بكام؟ ب 135 كتاب. لو قسمتهم على، مش كلهم بقى واسعين، ده اغلبهم على فكره كتب مركزه ومختصره، واكبر حاجه فيهم ممكن تلاقي 4 مجلدات زي مغني المحتكر، والباقيين كلهم ما بين رساله صغيره وما بين كتب صغيره. واحنا عاملين يمكن عندكم جدول الكتب المعتمده في الازهر الشريف، الخريطه دي واضحه قوي فيه. ماشي يا احباب، عشان احنا كده طولنا قوي في السرد ده، ولكن اظن انه مهم ان يحطوا قصادكم خريطه واضحه، حتى لو انقضى الاجل دون ان نتمها، يبقى دي نيتنا، والله الله الشاهد عليها، علشان يأجرنا على هذه النية، لأن نية المؤمن أبلغ من عمله. أنا لو علي أنوي أذاكر كل ده من تاني وابتدي ونشرحه ونعيش فيه، ونسأل الله تعالى أن يمنع الموانع ويزيل القواطع، بحيث إن احنا نتمكن من هذا. فإن لم نتمكن منه نؤجر بنيتنا، وقد أوضحنا السبيل واضحة جلية ليكم في هذا اللقاء، اللي بيها انت عارف سكتك فين، وجدت الشيخ ام لم تجده، او وجدت غيره، او تيسر ليك، لان الطلبة بتزهق، يقول لك المشايخ ما بيكملوش. طب وانت مستني الشيخ لا يعلم، الشيخ مفتاح، خد بالك وظيفة الشيخ انه يفتح لك الطريق، يقول لك خش اهو امشي بقى. فالشيخ اللي مش يفتح لك الطريق، طب ما منوش فايدة، ما انت مش هتكمل معاه، ليه؟ ما عوارض عندك، ليه؟ ما عوارض عنده، ليه؟ ما عوارض عندكم انتوا الاثنين. وهذا ما يحدث كثيرا، نبتدي في الحاجة وما نقدرش، الموانع بتيجي. طب هنعمل ايه؟ هنديروا لكم الطريق اللي تمشي عليه. طب ايه فايدة الدروس؟ بتديك بيها مفاتيح، شفنا فهمناها ازاي، شرحناها ازاي، اتقالت ازاي، حللناها ازاي، وهكذا. بنديك نماذج ومفاتيح، وانت عليك انك تشتغل عليها وتنمي نفسك وتثري نفسك، ولا تنتظر ان احنا ناخدها من اولها لاخرها.
إن كان الله لنا ونسأ في الأجل فبها ونعمة، وإلا فالخطة بالنسبة لك واضحة. واضحة كده خطتنا فأبو شجاع. طيب هنواصل على فكرة الخطط دي، احنا بالفعل بدتها يعني لو تلاحظوا، ولهذا نقول لكم انا دروسي مبنية على بعض من الخطة دي، اصلا الخطة دي في ذهني، انا في ذهني وماشي. يعني انا قريت الورقات اكتر من مرة، مرتين بس كل مرة غير التانية. انا قريت الورقات ثلاث مرات، مرة للأسف كانت مختصرة مش للأسف وكان الصح كده، ولكن للأسف ضاعت التسجيلات بتاعته، ده كان في الأزهر الشريف وضاع التسجيلات. ومرة تانية قريتها في الإسكندرية وسط، يعني ببقى عامل حسابي إني بقرأ الحاجة مرة صغير ومسهل ومرة وسط. ومرة تالتة قريتها في أسوان توسعا، أكتر اتساعا. واللي بعمله ما بعملوش تاني، خلاص رفعناه وسجلناه ورفعناه، خلاص مش هنعمله، أشوف حاجة تانية بقى. ولهذا أنا هشتغل على أبو شجاع، هنشتغل فيما استقبل من الأيام من أن أمد الله في الأجل على الورقات، عاوز أخلصه بالطريقة اللي قلت لكم عليها ديا. هنمسك، أنا محضر بالفعل عندي في على المكتب، إحنا قريت المحلي مرتين مش مرة ثالثة، خلاص انتهى مرة أو ثلاث مرات، مرة مختصرة ومرة متوسطة ومرة واسعة شوية. هنجيب على الورقات شرحين ثلاثة برضك الوين يزيدوا من إثراء من إثراءنا للكتاب، ولهذا لازم تسمعوا اللي فات لأن مش هنعيده تاني. فإذا ما سمعتهوش يبقى كده أنت البناء عندك فيه نقص. هنجيب شرح الحطاب وهنقراه بعد ما خلصنا الأغاني المحلي، هنجيب شرح قدس، هنجيب شرح الجاوي، وهنختم بجامع شروح الورقات اللي أنا عامله. هتلاقي خريطة الأصول في الآخر انتهت. وطبعا هنخلص اللي ابتدينا فيه، الكتاب عبد الشيخ عبد الكريم زيدان، عفوا الشيخ عبد الكريم النملة اللي احنا قرينا فيه الغير الأزهريين الأصول، هنتمه إن شاء الله تعالى سريعا، ولعله إنه يكون الأسبوع القادم هناخده سريعا. وهذا آخر عهد بشرح كتب المعاصرين، ولكن لأن الرجل له مكانة عندي خاصة فأصرت أن أخدم كتابه بالشرح، ولكن الأولى بينا نبذل مجهود في كتاب من كتب التراث. ولكن الرجل كان أصوليا على مدرسة المتكلمين وأستاذ في بلاد الوهابية، ووقف مواقف صلبة أمامهم ولم يرضخ إلى تهديدات وتهويشات المتطرفين الوهابية في بلاده، وكتب كتبه بمنهج حفظ فيه على أصول هذا العلم، ولم يسر مع الرايجة يعني زي ما بيقولوا في الوهابية، فيطعن في بس المتكلمين أو يطعن في أئمة أصول الفقه ويبدعهم ويشاركهم كما فعل غيره ممن كتب وصنف وألف في بلاد في المملكة السعودية ممن تأصل مدرسة الوهابية. إنما الرجل رحمة الله تعالى عليه حافظ على العلم بأصوله ووقف عامل عليه حملات ودروس رهيبة، فأثرت أن إحياء ذكره رحمه الله تعالى قد توفي من عدة سنوات أن نقرأ هذا الكتاب. ولكن شأننا ومنهجنا أن الكتب المعاصرين بنسيبها ليكم تطوروها كمفاتيح ومداخل، ويخلي مجهود الشرح ده زي ما أنتم شايفين مجهود الشرح بيبقى كبير وبياخد وقت، خلي مجهود الشرح يكون لكتاب من كتب التراث يحتاج بالفعل إلى شرح وإلى توضيح. أرجو أن يكون حديث النهاردة غير ممل ويكون فيه فائدة لكم في توضيح الخطة والمنهج اللي المفروض نمشي عليها أو تمشوا عليها وتحافظوا عليها وتنموها. ده أنا بحكي لك تجربتي، ما بوصلش عليك خطة، لعله ربنا يفتح عليك وتنمي فيها. يعني أنا التجربة دي تعبنا فيها وعانينا، ومولانا الشيخ علي لولاه ما كناش مشينا فيها صح، وأيضا ضفنا عليها حاجات وإحنا شغالين، زي حتة إن أنا أعمل ملف اللي اتعلمتها من الشيخ علي. تذوقت الشيخ علي وهو بيقرينا نهاية السور، إزاي نهاية السور، فاسمه إيه ده،
مزكية أبو النور فنهاية السور فمزكية أبو النور تاني لغاية ما خلصنا الكتاب كله بالطرقاضي. لما ابتديت أشتغل في النص وأحققه ابتديت أتذوق في الميزان أحط أصول الكتاب قصادي وأستمتع بانتقال العلم من مراحله المختلفة من موسوعة كبيرة زي المحصول في عدة مجلدات كبيرة ينتقل إلى الحاصل والتحصيل كل واحد فيهم في مجلدين لغاية ما يوصل للمنهاج في كراسة صغيرة. وإزاي يعني إيه يقول لك الإيجاز والاختصار؟ بالفعل لما تشوف العلم أصول الفقه ده مش إزاي من المحصول اللي في عدة مجلدات على حسب الطبعة، في طبعة 10 في طبعة 6 وفي طبعة 4 على حسب الهوامش والبند يوصل لدبه كراسة صغيرة 50-60 صفحة. وبالفعل عشان تفهم ده وتحله تلاقي نفسك اضطريت تحله في المجلدات الكبيرة دي. فإعجاز بشري الصراحة. المتون العلمية دي المتن العلمي البيضاوي ده أحد واضع المتون بالمعنى الفني الدقيق اللي فعلا ال 50-60 صفحة دول لما تفهمهم تكون بالفعل في دماغك الخمس ست سبع مجلدات بتوع المحصول للإمام الرازي. وبالفعل لما تفهم المنهج أو المنهاج للإمام النووي فهما دقيقا هتلاقي نفسك مستوعب الروضة بتاعته اللي في 12 مجلد. ده حاجة عجيبة قوي. هتلاقي نفسك مستوعب فتح العزيز اللي برضك في عدة مجلدات كبيرة. يا أحباب وهكذا هتلاقي نفسك مستوعب يعني فتح العزيز في 12 مجلد هو كمان هو. نهاية المطلب في كم مجلد لحظة؟ في 20 مجلد. فالمنهاج ده صغير. المنهاج في طبعة الحلب المتن المنهاج ومتن المنهج ويا رب تروحوا تلحقوا الحلب وتلاقوا الكتب دي وتجيبوها. متن المنهاج موجود وعلى هامشه متن المنهج في كتاب واحد لطيف كده حوالي 120 صفحة. فتخيل انك ال 120 صفحة دول المنهاج لوحده لما تقراه وتحله صح وتفهمه صح تستطيع انك تستوعب ال 20 مجلد بتوع نهاية المطلب اللي عمالين يتقلبوا في بطون الكتب اختصارا وشرحا. نهاية المطلب طلع في 20 اختصر الوسيط في 5 وبعدين في المحرر في 1 شرحوا فتح العزيز في 12 كبار وبعدين رجع النووي شرحهم اختصرهم اختصار واسع في 12. انا عندي طبعة 12 وعندي طبعة جديدة كده عاملينها حلوة في مجلد ضخم كده بالبونت الصغير على بحيث تبقى نسخة واحدة على مكتبك يعني. عاملين هم كذا كتاب بالطريقات وده الفكر. فالكتاب بيفرق من الحجم وعلى حسب الطبعة يعني. وبعدين يتقلب يروح المذهب يبقى في المنهاج في المنهج في صفحات معدودة. بس بالفعل لما تحل المتن ده وهو ده معنى المتن متن المذهب هنا ده لما تحله حل فني دقيق بالفعل هتلاقي في دماغك كم من العلم والمذهب يساوي العشرين مجلد دول. ودي هي عبقرية التصنيف الإسلامي وده هو مجهود الفقهاء في نقل الشريعة وتفريعها وتهذيبها ودرسها بهذه الطريقة اللي عاوزين يجوا الجماعة العلمانيين يدمروها لنا ويلغوها ويقعدوا يهاجموا الفقهاء ويقول لك الفقهاء عاملين لنفسهم سلطة وسلطة دينية وعاوزين يهدموا كل ده علشان نعيش في فراغ مش هنعرف نبني. للأسف بيهدوا وما بيعرفوش يبنوا أي حاجة إلا التقليد الأعمى لثقافات واردة علينا تريد أن تجتاحنا عن أصولنا وفروعنا كمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد والنجاح. نقول بقى بلى ما تخرجناش بلى المجلس الرابع.
المجلس الرابع ليلة الثلاثاء تمنتاشر ذي القعدة من ذي القعدة 39 31/7/2018 وكان في تعريف بكيفية دراسة المذهب وخريطة ذلك مع التعريف للشيخ محمد نووي الجاوي. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعباد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Thank you.